مرحبا ابو جميل. اهلا عدوش. مرحبا عمي. الين سالين، كيف معلمك؟ الحمد لله بخير. الحاج مبروك زينة المعلمين بهالبلد كلها. على راسي. مين حضرته بلا زغراء؟ هذا رفيقي بالفرن، مفيد الوحش، جايب لك اياه لتهنزه وتظبطه وتعمل لي اياه بني ادم. على عيني. ليك عمي ابو جميل، هلا رح ندفع لك قسم، والقسم الثاني لما بناخذ الاسبوعيه الجايه. ما دام معلمك ضامنك على عيني، بدك جاهز ولا تفصيل؟ لا جاهز، اليوم عندنا مشوار مهم. بسم الله حولك وحواليك، اللي بيشوفك بفكرك قائم مقام. تعرف شو جاي على بالي؟ شوف واحد من ضيعتنا. جاي على بالك تشوف ولا تنشاف؟ وشو الفرق؟ الفرق كبير، على كل حال الشغلتين ما في اهون منه. شلون يعني؟ هلا منروح على الكراج، هنيك بتلاقي اولاد الضيعه اكثر من الهم على القلب. اي والله صحيح. اذا بدك نروح مشي. شيك معي. شو رايك؟ خير يا ابني؟ لازمك شيء؟ ولو يا عم عبود، ما عرفني؟ لا والله بلا صغرة ما عرفتك. مين بتكون جنابك؟ انا مفيد. تشرفنا. بس مفيد مين؟ لك هذا مفيد الوحش اللي قطع دنب جحشة. لك اذا كل العالم نسيته انت ما لازم تنسى. مفيد ابن ابراهيم المغضوب؟ هو بعينه وبدانه. ايه تعهد لك بوسي من هالخطاطة؟ كيفك يا ابني؟ الحمد لله. سبحان مغير الأحوال، يخزي العين حولك. صدقني صدقني بحطني بزمتي ما عرفتك، كأنك ابني يعني. كيف أمي وأخواتي كيفون؟ بعدهم على حطة إيدك. وحمارك كيفه؟ بعته وارتحت منه. إيه؟ لك ليش بعته؟ لانه الناس كلها صاروا ينادوا لي عبود القطاش، فداخل ايه منه وبعته. ويا ريتني ما بعته. ليه؟ لانه راح مثل اللي ببلاش، ويا ريتنا استفدنا بشي. بعدهم الناس بينادوا لي عبود القطاش. الحمد لله على طلوعك بالسلامه يا ابني. سمعت انك كنت بالحبس. لا طلعك مو صحيح، هذا كلام عدوين كان مسافر بلاد برا. مسافر؟ وين؟ كان بلندن عاصمه الارجنتين. وشو اشتغلت بهديك البلاد يا ابني؟ فتح ورشة كباب. ورشة كباب؟ ايه. شو يعني؟ يعني فتح مطعم كبير للكباب، وهنيك الناس بتحب بطنه كثير، فقال له عالو يرجع ياخذ معه عمال من هون. شو رايك تروح معه على لندن؟ يا حسرتي راحت علينا، ما عاد بقي بالعمر شي يستاهل. قلي الدغري، لساته الوالد المحترم ما بيطيق سيرتي؟ ماشي، إذا شفته قل له للوالد المحترم إنه ابنك مفيد صار إنسان مثل ما بتتمنى وبتريد. مسيك عمي، خود هدول أعطيهم لأمي، بس لا تخلي الوالد المحترم يشوفهم، لأنه إذا شافهم أكيد رح يضربها وياخذون. وإلا ابنك مفيد بيسلم عليكي، ببوس إيديكي، بيطلب منك تدعي له وتسامحيه. يلا خاطرك عمي. الله والنبي معك. لك انا شايف وقت عدنا بجحش اثرت عليكم اثنيناتكم، انت صار اسمك مفيد الوحش وانت صار اسمك عبود القطش. لا طش. شري. الله معكم. كيف شايف عجيني؟ أفارم عليك، تعلمت بسرعة كبيرة، بس الصراحة مالك عاجبني. ليش؟ خيو من ساعة ما رجعنا من الكراج وأنت ملخبط لخبطة. شو قصتك؟ معك حق. ما بعرف. بتصدق
رغم انه عبود كان السبب كل شيء صار فيه، هو اللي فسد علي. لما شفته ختيار ومهرهر زعلت كثير. يا لطيف على الزمن يا عبدوش، شو بيساوي بالبني ادم؟ لما انت قلت له اني انا فاتح ورشه كباب ثلاث مرات كنت ناوي اقول له الحقيقه. عن انو حقيقه عم تحكي؟ حقيقه انه صار لك 5 سنين محبوس، ولا حقيقه انه من اسبوعين ثلاثه طلعت ما معك حق بنطلون وقميص؟ الحقيقه هي ما بتغير حدا، والحقيقه اللي ما بتغير شيء بتكون بتاذيك وبتاذي محبينك. والحقيقه اللي بتاذيك يا مفيد وبتاذي محبينك خدع التواليت وافتح علي المي. النومية بالفرن ما عم تواتيك، ومن بكره رح دور لك على اوضه. طمن طمن، الغرفه رح تعجبك وترضيك وتسرك وتهنيك، شرحه وبرحه فيها ثلاث شبابيك، بتفوت عليها الشمس صبحيه وعشيه، والبيت كله كانه فاضي الك، ما في حدا، يعني لا حس ولا حسيس، لا زعيق ولا بعيق، لا واع ولا ويع. بشرفي بشرفي امك دعيت لك، غرفه لقطه من اللقطات. فيها مطبخ صغير وبيت مي، يعني انت بحالك والجيران بحالهم، ويلي بيقول لك صباح الخير قل له صباح الخيرات، والباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح. ايه سيدي اتكلنا على الله؟ طبعا اتكلنا على الله، لكن ليش جاي معك؟ قلت لحالي يعني بركي غيرت فكرك. لا طمن ما غيرت فكري، شريف. ايه تفضل. ايه اتكال على الله. وبعدين هون كل شيء قريب عليك، السمان واللحام والفران كله جنب الباب بهالمنطقة. شريف يا سلام، شايف شايف كله هدوء. تفضل تفضل شريف. تفضل شريف. وهي هي الغرفة. شريف تفضل. وهي تخت رفاس خرجي نام عليه ابن عالم وناس. وهي نملية، وهي طاولة معتبرة، وهي ثلاث كراسي إذا أجاك شي ضيف يعني الكفاية عندك، وهي بابور كاز، وهي دولة قهوة وبريق شاي وكاسات وفناجين مشان تبيض وش قدام ضيوفك، وهي مراية مشان تشوف وشك كل يوم الصبح وتصلي على النبي. اللهم صلي على النبي. ها وهي بسمار مشان تعلق البشكير. شرف معي. تفضل شريف. تفضل لك شريف. عيونك عم تضحك، شو عجبتك الاوضه؟ عجبتني. يلا قوم خيو، قوم قوم على الشغل، اليوم الخميس ومعلم بدنا نعمل وجبه تانية. شد لي حالك محمد. يلا كم كيس؟ مثل العادي. لحظة شوي. تركني. لحظة. تركني. Thank you.
شو كمان اليوم شتت عليك ورد؟ ولا الابتسامة اللي زاني بوشك من امبارح؟ لك شو بقى؟ تكون خرفشت على بكير؟ والله شي بخرفش اللي بعمره ما تخرفش يا عبدوش. هات سمعنا نخرفش معك، حاكم الخرفشة من غير سبب بتطول الذنب. لك التفت لشغلك انت وياه حاج طحنك بقى. الله يرحم ديك الحبش طلعت له غدي من كتر ما انتفش. أهلين بالجدعان. شكرا بالمهلي. شو بتأمرونا؟ مثل العادة. تكرم على راسي. شو نسيت حالك يا مفيد الوحش؟ ما فهمت عليك، شو قصدك؟ قصدي منين إجاك الأدب لحتى تساير الجرسون؟ ليش شبو الأدب؟ بعدين شبو الجرسون؟ جرسون إنسان مثلي ومثلك. إنسان ما اختلفنا، بس لا هو مثلي ولا هو مثلك. ليك يا مفيد، الحياة مثل البحر والناس مثل السمك، الكل بياكل وبيتاكل إلا القرش الوحيد اللي بياكل ما بياكله حدا، والمؤدب بينطمع فيه، فخليك قرش حتى ما حدا يطمع فيك. بصراحة أنا الحكم ما بتناسبني، بدي ضل بني آدم، ما بدي صير مثل سمك القرش، بس عند اللزوم 100 قرش ما بيوقفوا قدامي. تفضلوا. يسلموا. شباك، أنا هي شغلة الأرجيلة ما حبيتها. ولو الأرجيلة من مستلزمات الأبهة، إذا ما بدك تبلع دخان نفخ تنفيخ بس مشان غيظ الأعادي. نفخ نفخ. اهلين وسهلين، هاتي عنك هاتي. كيف صحة عمو؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو عاملين اليوم؟ سمك؟ يخزي العين عنك يا لبيبة، صرتي صبية، صار لازم ندبر لك عريس. يسلمك. لحظة هي التنباتات هدول كتير مفتخرين، جبت ليهم لسلم بيك. خلي يجربون، إذا عجبوه لحتى مولوا منه. يسلموا حجي. الله يسلمك. مع السلامة. سلمي. كم واحد بديك؟
شبك انت بتضل بتجعر؟ اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف يقول كف طحين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حج مبروك. سلامات. أهلا وسهلا. شرفوا تحياتي. أهلا وسهلا. شرفوا. يا أهلا بيك. خير يا حاج. العجلة من طرائق الشيطان أيها الأخ الفاضل. العجلة في الخير خير. خير. ولماذا تخصني أنا بالكلام يا ابن الكرام؟ لأنه لو ما جيت حضرتك ما كان حدا إجا، وأنا عندي شغل. بصراحة المدينة ضجت من زعرانات صناعية تبعك. هلأ أنا بدي أفهم، هدول صناعية ولا بلطجية؟ يا حج نحن آسفين تعطيلك عن شغلك، لكن الحق ما بينتظر. أي نعم، الحق لا ينتظر، ولكن هاتوا دليلكم إن كنتم صادقين. ماذا تقصد يا حج مبروك؟ الأستاذ محمود معه حق لينزعج، بس أنت ما معك حق بالمرة يا حجي. ماذا تقصد يا أخي؟ لقد اعتدى أحد رجالك على ابن أخي، خطيب ابنتي، وضربه بخيزرانته ضربا مبرحا جعله يقع مخشيا عليه، فهل تنكر هذا؟ وهل ضرب الناس في الدروب حق لك ولرجالك؟ أجبني بالله عليك. كان بودي أن أوفر عليك الإحراج فأحرجتني أيها الموقر. كفاك حديثا بالألغاز، وقل لي بصراحة بأي حق اعتدى ذلك الرجل على ابن أخي خطيب ابنتي؟ الحقيقة أنا ما حبيت أحرجك لأنك رجل فاضل وما بتستاهل إلا كل خير. الحق لا يحرج إلا من كان على خطأ، فتكلم إن كان لديك كلام. طيب طيب أنا رح أقصر عليك الطريق. فلنفرض أني كنت ماشي بحال سبيلي، سمعت صوت بنت عم يقول عيب عليك شيل ايدك عني، نطيت لقيت شب وبنت، ضربت النخوة براسي، سحبت هالخيزرانة ويلي بيجعك. لو كنت انت القاضي شو بتحكم بهالقصة؟ اقول لك الله يعطيك الف عافية. وانا هيك قلت للصانع تبعي. والله ما بتقوم حجي عود، بدي اياك مور يا حج. بدي تحكم بيني وبين الاستاذ محمود باعتباركم اجيتوا سوا. بشرط يقبل الاستاذ محمود. ولو يا حج عز الدين، نحن بنحطك على روسنا. أنا بعرف إنه الأستاذ محمود مزعوج من الفرانة اللي عندي، لأنه واحد منهم رمى الشغيل تبعه من يومين بالنهر. مظبوط. هذا يا سيدي شغيلك عامل شلة قبضايات، عم يتسلطوا على الناس ويزعجوهم والكل متضايقين منهم. شافوا صنايعيتي صاروا يتحرشوا فيهم، الشغيل تبعك قال لهم ولي على فرخ الحبش، طلعت له غدة من كتر ما انتفش. إذا مالك مصدقني هي صاحب المحل أبو زهدي، اسأله. تكلم يا أبا زهدي، الساكت عن الحق شيطان أخرس. بتعرف قديش أنت غالي علينا يا أستاذ محمود، نحن لو ما هالصناعية القبضايات كانت أحوالنا صعبة. شو عم يعملوا يعني؟ عم يحموا المنطقة. ومن مين؟ من الفرنساوية والزعران. هذا يا سيدي من شهر تسلط عسكري فرنساوي على ابو العز اللحام، اخذ له نص ذبيحه ومشي وما اعطاه ولا بارا من حقه. لحقوا الصانع تبعي، لحقوا، شلحوا اللحمات ورجعوا لابو العز. والاسبوع الماضي ثلاث عساكر فرنساويه يا لطيف كانوا سكرانين، تحرشوا بنسوان الحاره، قاموا الصنايعيه تبعي كشوهم من الحاره كش ورافقوا النسوان لفوتوها على بيوتها. اي نعم صحيح. يشهد الله يا شيخ ما عم دافع عنهم لانهم صنايعيتي. وانت بتعرف يا استاذ انه نحن بنحترم اخوك سالم بيك وبنحترمك كمان، ما ممكن نسمح لحدا يسيء لكم، هذا اذا كنا منمون عليه طبعا. صدقت والله، وصدق من سماك مبروك، بارك الله بك وبرجالك. اما انت يا استاذ محمود فعليك بشكم شغيلك لانه كان البادئ والبادئ اظلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يلا سيدي تسمحوا لنا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام.
خير حجي؟ شو بقى؟ من امبارح وانت معكر؟ منين بده يجي الخير طالما ناويين ما تتركوا لي صاحب بهالبلد؟ ليه شو في؟ ما بتعرف شو في؟ المدينة كلها ضجت منكم من مشاكلكم، صحيح انتوا قبضايات وعم تحموا الفرن والساحة بس زادت عن حدها وكل شيء له حد. شو هالحكي هذا معلم؟ أنا عم نبهكم، ما بدي كثرة مشاكل وإلا تأمر أمر يا أحلى حجي ببانياس، خلاص ملأ ورايح ما بقى نعمل مشاكل، مشكلتين ثلاثة بس. أعوذ بالله منكم أخبزكم، مع هيك شلحت هالولد الأزعر بالنهر تسوى مال قارون، صار مسخرة. البلد كلها مطبولة بهالقصة. هاي راحت عاملي حالك شريفة وخيرك طالع لبرا يوم تتركي باب غرفتك مفتوح، مفهوم؟ Toutes les belles dames pleines de perles et de diamants en nous croisant ont des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être un soir, dans nos musées, elles viendront nous voir. Elles viendront comme des filles en s'enroulant dans nos filles et nous lirons dans leurs yeux s'avirer l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Mais y'a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon. Mm-hmm.
اليوم بعد ما خلصنا الوجبة؟ كان عندي مشوار خصوصي. يا سلام، صار في عندك مشاوير خصوصية كمان؟ اي نعم. عندك مانع؟ طبعا عندي 6666 مانع. الشغلة ما بدها 6666، مانع واحد بكفيني بس يكون مقنع. يا مفيد، خناقات القهوة عم يضج كبيرة بالبلد، ودول الزارعين عم يخططوا لينتقموا منا، فالله يرضى عليك ما بدنا نبعد عن بعض حتى ما يستفردوا بواحد منا. أخي أنت دير بالك على حالك وبس، أنا بدي روح مطرح ما بيحلالي، واللي حابب يستفرد فيه خليه يشرف، بلكي بدي أحسب الله ما خلقه. يا لطيف، شو متغير بهالكام شهر يا مفيد؟ تعرف خايف يصير فيني مثل اللي ربى وحش ليحميه، أما أول ما طلعوا نباته بلش يناش بصاحبه. لك فجر، صحيح أنا وحش بس مستحيل انهش بصاحبي مهما كانت الظروف. اهلا وسهلا بالشباب، اشرقت الانوار يا شباب، شو بتأمرونا؟ مثل العادة، فهمها وخلصنا. بالليل شاي وارجيلة وبنهار قهوة، فهمت ولا بتحب عد لك ياها؟ على راسي تكرم. لك شبك عبدوش، كل ما جينا بدك تعمل له هزة. اخي تركنا لك الادب، تركنا الحيوانة. والله لا بقتلك. لبيبه،
نعم استاذ. هاتي لي فنجان قهوة. معلش حقك علينا اخي ابو علي. لا تواخذوا لاخوك عبدوش، اليوم انا وياه تقاسمنا، انا اختصيت بالادب وهو اختص بالحيواني. عراسي انتوا اثنين. تعالي تركتي باب غرفتك مفتوح امبارح. باب غرفتي بعمره ما راح ينفتح لا لك ولا لغيرك، واذا بتعيني اكثر من هيك رح اقول لسببك. شمشم المحرمة مثل الكلب البوليسي عميت على قلبي. رح بدي افهم شو اللي زعجك، اذا شمشمت ولا ما شمشمت. اللي زعجني اني مالي فهمان ديري لهالحب الفلاطوني. مو فلاطوني، هذا بسموه حب افلاطوني. شو هذا افلاطوني؟ شو بيعرفني؟ سيدي افلاطوني فلاطوني كله مثل بعضه، افلط من بعضه. الحاسوب تجرح في كل على مو على مو
سمعت اطلاق نار. بيكون حدا من زعران الحاج مبروك عامل له شي مشكله جديده. صوت هالارجيله مزعج، مين علمك هالعاده البلديه؟ فعلا المدام معها حق، يعني هالعاده البلديه ما بتليق بمقامك. وشو يلي بليق بمقامي؟ فكرك دخن غليون مثلك. ليش لا؟ الغليون شغله حضاريه. لازم تعرفوا اثنيناتكم اني ما جبت هالارجيله من اي مكان. يمكن يكون الغليون شغلة حضارية، بس هالأرجيلة إلها معزة خاصة عندي، لأنها أرجيلة المرحوم أبي. شو عم تعملي هون؟ سمعت ضجة، انت طلعت شوف شو في. شفتي شو في؟ اي نعم، عساكر الفرنساوي عم يلاحقوا ناس. هيك حالي اياك تفتحي الباب لحدا، نحن ما بدنا نعلق مع السراي، مفهوم؟ مفهوم يا بيك. خدش بسيط. لحظة برجع. بونوي خليك شوي عاوزك.
انت بتعرف اني اقدس الحياه الشخصيه والحريه الفرديه، بس صدق احيانا تلعب دورها. انا اليوم بالصدفه عرفت جانب من حياتك الشخصيه ما بامكاني اتجاهل الشيء اللي عرفته، لانه بياثر على حياتنا كمجموعه. وانا اعتقد ان حريه الفرد تنتهي حيث تبدا حريه الجماعه. وشو مبرر هالحكي الكبير؟ بصفتي اخوك الكبير والمسؤول عن البيت، بسمح لنفسي اطلب منك تترك هالبنت لبيبة بحالها. لبيبة؟ شبا؟ انا اليوم بالصدفة سمعتك وانت عم تحكي معها وانا بعتذر. يعني عم تتجسس علي. راقب الفاظك. قلت لك انا بعتذر، وانه هالشي تم بالصدفة، ولو ما كانت البنت يتيمة وامانة برقبتي ما كنت تدخلت. كتر خيرك. بونوي. بونوي. ممكن اسأل لوين رايح؟ لعند اختي على بيروت. اجل السفر لبكره الصبح، الدنيا ليل. انا بحب سفر الليل. ارفار. الله معك. قام واحد من البريفوتي هدول الشرطه العسكريه الفرنسيه تحرش بواحد هو ومرته. جينا لنحل المشكله. قاموا ضربونا. ضربنا هون. بعدت. حلو. وصلت معك تجيب رجال على البيت؟ لا. شرف يا استاذ. تعال شوف الأمايل اللي حاملها برقبتك. شوفي المدموزيل لبيبة فوتي صاحبها على البيت. وطي صوتك. منو هاد يا لبيبة؟ شاب كانوا عم يطاردوه عساكر الفرنساوي، اجيت خبيته. لا تصدقها، هذا صاحبها وانا شفته عم يحوم حوالين البيت عدة مرات. ترك لي الموضوع. منو انت يا ابني؟ انا مفيد الوحش، بشتغل بفرن الحاج مبروك. وهو اللي رمى واحد من عمالنا بالنهر. شو اللي صار؟ كنا سهرانين، جماعة البريفوتي تحرشوا بالرجال وزوجته. قمنا لنفهم شو الموضوع ضربونا، فضربناهم وعلقت خناقة كبيرة. وبعد شوي اجت قوة عسكرية فرنسية فهربت. هذا شافك وانت فايت على البيت؟ ما بعتقد. مع هيك بدور رح يجوا يفتشوا عليك هون، لأنه أسرك نقطع هون. حني بسرعة. Monsieur Julien. Bonsoir, maman. Un fugitif a disparu dans la région. Avez-vous remarqué quelque chose? On n'a rien remarqué d'anormal. Vous pouvez chercher dans la maison également? Non, non, ça va, merci. Bonne nuit. Bonne nuit.
اهلا وسهلا فيك ببيتي انت وكل واحد بحب بلده وبقاوم المحتلين. شو صار؟ فتشوا جنينه وراحوا. ومحمود؟ فات على اوضته. جاهزين العشاء، اكيد الاخ مفيد جوعان. صحيح انا محافظ على شعرك معاويه مع السرايا، بس لازم تعرف انه هذا قرار سياسي مطلوب مني. وكما يقال لتجميع الحجاره وقت ولتفريق الحجاره وقت. والوالد الله يرحمه ما اكتفى ابدا بالنضال السياسي، حمل الباروده وقاتل مع الشيخ صالح. ونحن ما راح نقصر لما المصلحة الوطنية تطلب هالشيء. أكيد مو هذا الوقت المناسب لهيك كلام، لأنك طالع من معركة حامية، بس حبيت أعرفك أنك بين أهلك وناسك حتى تطمن على الآخر. شكرا. ما قلت لي انتم من اي جماعه؟ نحن من جماعه الحاج مبروك. حاج مبروك من زينه الرجال. انا من زمان كنت ظن انه له علاقه مع الشيخ صالح العلي. اكيد بتعرفي بيت الحاج مبروك. اي نعم بعرفه، بيته فوق الفرن. اسمعي، تحملي حالك وتروحي لعنده فورا. اذا لقيتيه بالبيت بتاخذيه مع جنب وبتفهمي الموضوع وتجوا سوا. وإذا ما لقيتيه بتقولي لمدامته إنه سالم بيك عجبوه التنباكات ولازمينه فورا. فخليه يجيب المتوفر عنده منهم ويجيني دغري. فهمتي؟ إيه نعم سيدي فهمت. حبيبة، اعتبر حالك ببيتك وأعز. شو اللي بينك وبين هالشاب يا لبيبة؟ سبق وشفته من 7 سنين وقلت لك هالكلام وأتحققت معي بالمرة الماضية. انت وين خبيت مفيد الوحش؟ انا لا خبيته ولا شفته من اصله. انا المسؤولية كلها قضيتها عن سالم بيك وبامكانك تسأله. انت خليكي هون لبين ما حطه بمكان امين وارجع. خلينا نروح وارجع معكم، شان اعرف وين راح يكون. يعني بلكي بكون زواده او اي شيء تاني. وبتعرف كمان اني مستعد خبي اي واحد من السوار ببيتي حتى لو عرضني هذا الامر للاخطار، لكن بشرط انا اللي قرر هالشيء.